ذكركم اللي غدوة في الكيوسك باش تقراو عدد جديد من آخر خبر مع الملف السياسي في انتظار اختيار البابا الحكومي. يبقى حزب الشيخ في القصبة. تقراو زادة تحقيقات حول رياض الأطفال القرآنية في تونس. مختبر لتكوين نخبة وهابية. تقراو على ضواحي منوبة لولاية معسكرات إرهابية. على أنصار الشريعة لخطوا لعمليات تفجيرية. الأسر الاستراتيجية الجديدة لتحرك الإرهابيين في تونس. هذا الكل في آخر خبر غدوة. وبيان سور كما العادة إسهامات سلاح الدين جورشي ومحمد بن حمودة وأخبار وكواليس السياسة والقضاء الريالي. هذا آخر خبر غدوة في الكيوسك.